اهلا وسهلا بيكم في الحلقه الثانيه من 5 في 5 على يلا كوره، وبعد نهايه الجوله الثانيه رسميا تعالوا نشوفوا اختياراتنا الافضل كانت ايه. اول اختيار معانا النهارده هو افضل هدف، واللي هتروح لفينسنت ابو بكر لاعب المنتخب الكاميروني اللي سجله في صربيا. ابو بكر نزل في الدقيقه 56 من عمر المباراه، سجل هدفه في الدقيقه 64 وصنع هدف تاني في الدقيقه 66. واسباب اختيارنا لهدف ابو بكر كتير جدا، اولها كسر مصيدة التسلل وان هو جري بشكل عرضي مش بشكل طولي عشان يكسر مصيدة التسلل وعشان يبقى رايح على الجون بسرعته. تاني حاجه الفنت العالمي اللي عمله لمدافع صربيا اللي رجعه بلده تاني. تالت حاجه وهو التشيب اللي عمله من فوق الحارس والكره تحت رجله يحسسك ان ده جون من اجوان الشوارع. تاني اختيار معانا هو افضل مدرب، ودي اللي هتروح لكارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الايراني. كيروش قدر يقود المنتخب الايراني للفوز على ويلز 2-0، ولو رجعنا شويه ورا هنلاقي ان المنتخب الايراني خسر في اول جوله 6-2 من المنتخب الانجليزي. فالمدرب اللي يقدر يجمع لعيبته بعد الهزيمه بفضيحه تقريبا في الجوله الاولى ويقدر يكسب في الجوله الثانيه فده اكيد مدرب كبير. كيروش من اكتر المدربين اللي محطوط عليهم ضغط في كاس العالم، وده بسبب اللي بيحصل في ايران، وكل مؤتمر صحفي لكيروش بنلاقي ان الاسئله اللي بتتسال لكيروش خارج كاس العالم اصلا، لكن كيروش حاطط كل ده على جنب ومركز مع فريقه، وده شفناه لما اللعيبه كلها راحت احتفلت معاه بعد فوز ايران على ويلز. ثالث اختيار معانا وهو افضل حارس، ودي اللي هتروح لتشيزني حارس المنتخب البولندي، واللي ما فكرناش كتير واحنا بنختار مين هو افضل حارس في الجوله. تشيزني عمل ماتش كبير جدا قدام السعوديه، ده بعد ما صد ضربه جزاء من سالم الدوسري واللي كانت كفيله ان هي تقلب الماتش من جديد. وبخلاف ضربه الجزاء بص على سرعه رد فعل تشيزني في الكره اللي رجعت من ضربه الجزاء، اصعب بكتير جدا من ضربه الجزاء نفسها، وعمل 5 تصديات ناجحه منهم 4 من داخل منطقه الجزاء. وبعيدا عن تصديات تشيزني فهو عمل 27 تمريره طوليه بنجاح، كل ده خلانا نقول ان تشيزني افضل حارس في الجوله. رابع اختيار معانا وهو افضل لاعب في الجوله، واللي هتروح لبرونو فرنانديز لاعب المنتخب البرتغالي. ليه برونو هو الافضل في الجوله؟ برونو قدر يظهر شخصيه قويه جدا خلال الجولتين رغم ان الاضواء كلها رايحه لرونالدو ومن بعده جواو فيليكس. برونو سجل الجولين اللي كسب بيهم المنتخب البرتغالي على أوروغواي رغم ان رونالدو حاول ينسب الجول الاول ليه بعد ما الكره لمست شعره، لكن الاتحاد الدولي لكره القدم حسب الجول لبرونو فرنانديز. كمان لو شفنا الخريطه الحراريه لبرونو هنلاقيه انه مغطي اغلب ارجاء الملعب تقريبا، غير ان هو مركز على الجانب اليمين قوي، ده غير انه لمس الكره 83 مره. برونو من الجوله الاولى وهو بيقدم اداء جيد، فهو اللاعب الوحيد اللي في كاس العالم اللي قدر يصنع جونين كانوا في ماتش غانا وسجل جونين كانوا في ماتش اوروغواي. الاختيار الخامس وهو افضل منتخب، واللي هتروح للمنتخب المغربي اللي شرفنا كلنا وقدر يكسب المنتخب البلجيكي المصنف الثاني عالميا. المغرب ادائها بيتحسن بشكل تصاعدي من اول مباراه كرواتيا اللي قدروا ياخدوا منها نقطه لماتش بلجيكا اللي كانوا مسيطرين عليه بالطول وبالعرض وقدروا يكسبوا 2-0، وبالتالي هم المرشح الاقرب للصعود من المجموعه ويكفيهم نقطه واحده بس من ماتش كندا. منتخب المغرب قدر يسجل 16 جول في كاس العالم، وده اكبر عدد اهداف لمنتخب عربي في تاريخ المونديال، وكمان قدر يكسر عقده الجوله الثانيه لدور المجموعات في كاس العالم وفاز لاول مرة بعد 4 هزايم وتعادل في مشاركاته الخمسة في المونديال. دي كانت نهاية الحلقة الثانية من 5 في 5، انتوا كمان تقدروا تشاركوا معانا في اختيارات الافضل من خلال الاستفتاءات اللي بننزلها بعد كل جولة على يلا كوره.